باش نقومو بتحضير الشاورما ديالنا، هي خصنا نصاوبو خلطة توابل الشاورما. وغنحتاجو في هاد الخلطة لواحد البصلة وحامضة وشحمة بقريولا غنمي على حسب اللي بغيتو نتوما، وشوية العطرية. يمكن ديرو العطرية ديال الشاورما، انا هنا اختاريت الملحه والتحميره وقرفه وخرقوم والابزار. عندنا هنا مطيشه ديال الحك، قليل من الزيت، وهنا واحد الضانو المسوس. هناخدو نصف بصله فقط، هنقطعها لشرائح شرائح صغيرة. باش يسهل تطحن لنا في مولينكس. هناخد جوج ريوز ديال التومة، كذلك نقطعهم شرائح صغيرة. وغادي نعصرو حامضة. غادي نضيفو الشحم ديالنا. الشحم من الأحسن يكون توا شرائح صغيرة باش يسهل لينا يتطحن. وناخدو التوابل ديالنا ونضيفها كذلك. ملعقة صغيرة من الطماطم مركزة، والقليل من الزيت. وأخيرا ياغورت مبسوس. وغادي نقوم بمزج الخليط ديالنا. هنا عندي انا ستر ديال الدجاج، وانتم ما تقدروا تزيدوا على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم في البيت. نقوم بإضافة الخليط على صدر الدجاج. ونخلطه مزيان. تدخل فيه ديك الشرمولة ديالو. غادي نخليه في الثلاجة لمدة جوج سوايع حتى لثلاثة سوايع. أو يمكن تقدوه في الصباح وتاكلوه في العشية، ماشي مشكل. هنا غنضيف شوية زيت باش نقلي الشاورما ديالي.
نضيف الشاورما بشوية، طيبها مزيان تيمشي من هذاك الماء، تعطينا هذا الشكل في الأخير. كتجي هشيشة، كتجي رائعة. هنا غادي نبداو نشكل الساندويتش ديالنا، وغادي نحتاجو الخبز ديال العيش. انا هنا اختاريت لاصوص الجيريان، ويمكن تضيفوا اي صوص بغيتو. هنضيف أوراق ديال الخس، شرائح من البصل، كذلك شرائح من مطيشة. هناخدو الشاورما ديالنا ونضيفها من الفوق، يمكن تزيدو على حسب الذوق ديالكم كورنيشو، مايز. انا فضلت هذا الشيء. غادي نطويو الساندويتش ديالنا وغادي نحمروه في المقلاة. باش يعطينا هذا الشكل في الاخير. ولا عجبكم الفيديو ديالي ما تنسوش ديروا لي لايك وسبسكرايب، ولا كان شي تساؤل خليوا لي كومنتار.